النهارده هيكون في سهره كرويه، هنتابع مباراه الاهلي اللي هتبدا بعد منتصف الليل بتوقيت القاهره، مباراه حاسمه مع رجاء المغربي في اياب دور الثمانيه بدوري ابطال افريقيا. باذن الله تكون بوابه الاهلي اللقب ال11. ازاي هيفكر موسيماني في هذه المباراه من اجل الحفاظ على نظافه شباكه وضمان كمان التاهل؟ خلونا نعرف التشكيل المتوقع. معانا على التليفون استاذ طارق رمضان الناقد الرياضي. استاذ طارق صباح الخير. صباح الخير يا استاذ شاذلي، صباح الخير يا استاذ جبانة، وصباح الخير على كل المشاهدين وكل سنه وانتم طيبين. يا اهلا بحضرتك وانت طيب. الاهلي مستعد لهذا اللقاء؟ ده اكيد ان شاء الله مستعد استعداد قوي جدا. طبعا الاستقبال بتاع البعثه كمان استقبال هايل، النادي الاهلي مركز. موسيماني طبعا عارف اهميه المباراه وعارف قوه المنافس ودارس ثغراته كويس بعد اللقاء الاول، فاعتقد ان النادي الاهلي النهارده ان شاء الله هيحتفل جميعا بصعوده الى الدور القادم ان شاء الله باذن الله. طيب يعني قبل ما نبدا مع حضرتك في النقاط التكتيكيه ونتكلم عن اللقاء، اتمنى الاول على اخر اخبار المعسكر. الاهلي طبعا امبارح يعني التدريب الرئيسي على ملعب المباراه، دائما يعني الفرقه بيبقى لها حق ان هي بتعمل التدريب الرئيسي عشان بيبقى في دايما احساس بالملعب، ارضيه الملعب، بيبقى في جمل تكتيكيه المدير الفني عايز يعملها. طبعا بيفتح لوسائل الاعلام حوالي 15 دقيقه وبعد كده بيبقى تدريب مغلق. المعسكر طبعا كابتن محمود الخطيب ورئيس البعثه، استقبال طبعا هايل من رئيس بعثه يعني رئيس نادي الرجاء، اتصالات مستمره، تنسيق مستمر، معسكر هادي جدا، الفرقه مركزه قافله على نفسها بحيث ان هي النهارده ان شاء الله تعمل مباراه قويه جدا. حتى يعني تصريحات محمد الشناوي كابتن الفريق او نجم الفريق امبارح على وجود الجمهور، النادي الاهلي طبعا نادي كبير متعود على عدد الجماهير الكبيره جدا اللي بتحضر هذه المباريات، فاكد على كده واكد على ان النادي الاهلي دائما لا يخشى من وجود اي جمهور، لانه طبيعي هو واخد قبل كده على وجود جمهوره كحافز ليه وواخد على الضغط الجماهيري. فالحقيقه النهارده الفرقه كلها نفسيا وعصبيا وبدنيا ان شاء الله تكون جاهزه لهذه المباراه المهمه، وخاصه ان الحمد لله ما فيش اي اصابات، وحتى المسحه يعني مسحه الكورونا طالعه سلبيه كلها. وفي دكتور طبعا دكتور احمد ابو عبله واللي قام بيه مع السيده المغربيه عامل رد فعل يعني قوي جدا في المغرب، لدرجه تم تكريمه من عائله هذه السيده. فالحقيقه الاجواء كلها اجواء كرويه جاهزه لهذه المباراه، والنادي الاهلي ان شاء الله يقدم مباراه قويه جدا ان شاء الله. كلمت عن نقط مهمه قالها الشناوي امبارح في المؤتمر. الاستقبال كان استقبال حافل، وفي نفس الوقت حتى لو كان في جمهور وهيكون في ضغط كبير على النادي الاهلي، لكن هم في النهايه 11 لعيب قدام 11 لعيب وجمهور مش هينزل الملعب، والاهلي متعود زي ما حضرتك قلت على مثل هذه المباريات. ازاي الاهلي هيقدر يمتص حماس لاعبي الرجاء في اول ربع ساعه من المباراه؟ هي دائما شاذ اول ربع ساعه في المباراه بتبقى بين الفرقتين جس نبض دايما، يعني طبعا الرجاء عايز ينزل ضاغط على اساس ان هو يحرز هدف مبكر في شباك الاهلي يستعيد به المباراه، والاهلي هيبقى متحفظ في اول ربع ساعه بعض الشيء، لكن هو اكيد هيبقى من فكر موسيماني ان هو اما بينزل ضاغط على الفرقه المنافسه ويرجعها عن الخط ال 18 بتبقى دايما بيبقى في نوع من الضغط الاكثر على المنافس طالما الوقت بيمر. اول ربع ساعه هو اعتقد ان هو مجهز نفسه ان هو مش هيقفل دفاعاته بقدر ما يضغط على فرقه الرجاء ان هي ما تحاولش تهاجم او تحاصر النادي الاهلي في منطقه في نص ملعبه او في منطقه ملعبه، فبالتالي هو هيعتمد على اجنحه طبيعي، يعني هو حسب التشكيل اللي جاي حسين الشحات واحمد عبد القادر ومع محمد شريف قدام مع الثلاثه في نص الملعب، ثلاثه طبعا بتتغير ادوارهم ما بين الدفاع والهجوم اللي هو اليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السوليه، وعمرو السوليه هنا ليه دورين، دور دفاعي ودور هجومي، بالاضافه طبعا الاربعه اللي احنا متعودين عليهم طبعا مع عوده علي معلول والمهام اللي هو هيكلف بيها هجوميا او دفاعيا. فبالتالي اول ربع ساعه ديت بيبقى في ضغط متبادل ما بين الفرقتين، لان طبعا الرجاء عايز يستعيد بسرعه المباراه بعد طبعا هزيمته 2-1 في القاهره، الاهلي هيبقى متحفظ دفاعيا بعض الشيء على اساس ان هو ما يخشش فيه جون، لكن الضغط الهجومي زي اللي احنا بنقول عليه اللي هو خير وسيله للدفاع هو الهجوم، ان انت طالما بتستحوذ على الكوره وبتبدا تعمل باص سليم وتنقل الكوره هجوميا
بشكل كويس ده هيبدا يخلي الفرقه تبدا تعمل. طيب في النقطه دي يا استاذ طارق يمكن تخف الضغط عنك في النقطه دي تحديدا. لو بصينا للماتش الذهاب هنلاقي انه صحيح الاهلي طبعا فاز 2-1، لكن كان في يعني ضيع فرص كتير، يعني ضيع حوالي 4 أهداف مؤكده، فده مش صحيح. يمكن ياخدنا شويه او ياخد موسيماني انه يفكر ان هو بالعكس يحافظ على الدفاع اكتر من انه يهاجم. جمانة كلك يعني صحيح اللي انت بتقوليه، الاهلي ضيع اهداف، الاهلي كان عنده مشاكل في الباص كتير في الفينش بتاع انهاء الهجمه، لكن لو الاهلي دافع فقط الرجاء. يبدو ان احنا فقدنا الاتصال مع الاستاذ طارق رمضان ناقد رياضي طبعا، واحنا بنتكلم يعني كلنا طبعا بنتمنى التوفيق للنادي الاهلي. النادي الاهلي قدم مباراه جيده في ماتش الذهاب، حقيقي ان هو قدر يفوز على الرجاء بنتيجه 2-1، لكن زي ما كنا بنتكلم قبل ما الخط يقطع مع الاستاذ طارق رمضان انه ضيع 4 أهداف مؤكده، وده الى حد ما رقم مش بسيط. وكان استاذ طارق رمضان بيتكلم يا شاذلي قبل ما الخط يقطع انه في عندنا مشاكل في تفنيش اللعبه كده زي ما بيقال باللغه الكرويه. على اي حال لسه الاستاذ طارق رمضان رجع لنا مره ثانيه، اتفضل يا استاذ طارق. يعني خط قطع، بس يعني انا بكلمك على مبدا الدفاع اللي هو البحث، ان لو هو الاهلي هيبدا يدافع فقط بدون الضغط على المنافس دي بتبقى خطر جدا على الفرقه، لان مش فيش فريق هيفضل يدافع طوال المباراه، فلازم يقسم المباراه خاصه لما يكون في حماس عند الفرقه المنافسه، الفرقه المنافسه لما تضغط عليك بتفتح لك دايما، عندها ثغرات لابد ان انت تستغليها. لكن هو الاهلي في بعض يعني العيوب اللي هو هيتلافاها، لان النهارده نص الفرصه في هذه المباراه مهمه جدا، خاصه بالنسبه للمهاجمين، يعني خاصه بالنسبه لمحمد شريف، خاصه بالنسبه لحسين الشحات، خاصه بالنسبه لاحمد عبد القادر، واحمد عبد القادر يمكن كلاعب مهاري لازم يلعب مع فرقته، لكن ما اعتقدش ان الاهلي هيبدا يدافع فقط، انما هيبدا يضغط على الرجاء لمنعه من الاستحواذ على الكوره ومنعه من الهجمات اللي هو عايز يعملها على النادي الاهلي لاحراز اهداف في هذه المباراه. طيب موسيماني امبارح اتكلم عن النادي الاهلي وقال ان هو نادي كبير وقادر في مثل هذه المباريات ان يفوز والافضليه ليه، وكمان واثق في اننا مش هنوصل، النادي الاهلي مش هيوصل لركلات الترجيح، هل ثقته في محلها؟ اكيد طبعا، النادي الاهلي نادي كبير جدا، لعيبته على قدر المسؤوليه، بالطبع هو عايز يحسم المباراه لانه قدامه اكتر من فرصه، هو متفوق في النتيجه ب 2-1، فبالتالي عايز يخلص من المباراه قبل ما يروح لمغامره مش مضمونه، الوصول لضربات الترجيح طبعا مغامره ما تقدرش تحكمها، لان ممكن حد يضيع، انت بتشوف دايما يا شاذلي ان احنا ممكن نوصل لضربات الترجيح، وضربات الترجيح دي بنسميها ضربات الحظ مهما كانت كفاءتك، فانت ما توصلش بالمباراه الى هذه النقطه، واعتقد ده تفكير سليم، ان انا ما دام عندي اكتر من فرصه استغلها لحسم المباراه في وقت اللعب، لان حسم المباراه في وقت اللعب بيديني فرص كتيره للتهديف بخلاف صحيح. الانتظار بقى ان انا اوصل لضربات الترجيح. طبعا اكيد الترجيح. اكيد بيريح بشكل كبير يعني. بشكر حضرتك جزيل الشكر استاذ طارق رمضان الناقد الرياضي.